طيب بالتأكيد ده يعني هينعكس كمان على الاستيراد، استيرادنا بقى قلب بنسبة تقريبا عاملة زي الفترة اللي ما فاتت. فيش حاليا استيراد غاز، بل لا أنا بالعكس بتكلم عن المشتقات البترولية. المشتقات البترولية طبعا بتيجي حضرتك. احنا الاستهلاك بتاعنا بيعتمد على الانتاج بتاع البترول. لما يكون عندنا انتاج بترول يكفي البلد كويس من الخام، احنا لو قسمنا هنقول خام بترولي وغاز. فالخام البترولي غير الغاز. الخام البترولي احنا بننتج حوالي ما يقرب من 650 الف برميل في اليوم، استهلاكنا طبعا اكتر من كده. البنزين والبوتاجاز فكرة والسولر، تشجيع الناس لتحويل عربياتها للغاز الطبيعي ده إلى أي مدى هيساعدنا إن احنا يعني نقلل استهلاكنا من يعني يعني البترول في العربيات يعني؟ طبعا طبعا هو استخدام الغاز في العربيات هيساهم بمدى كبير ان احنا هنقلل استهلاك البنزين، وكمان هو ارخص من البنزين. يعني اولا الواحد هيوفر لنفسه عندما يستخدم غاز، ونمرة اتنين هنقلل استهلاك البنزين. طبعا اتجاه الدولة حاليا تحويل كل العربيات لو يقدروا للغاز. عندنا الغاز يكفي ويكفي لسنوات عديدة قدام ان احنا نستخدمه في العربيات وفي البيوت. طبعا حضرتك عارفة في البيوت النهارده وصلت ان احنا بنوصل في حوالي 1.3 مليون، يعني 1,300,000 وحدة في السنة. الأول طبعا كان المعدل ده 200 و300 ألف في السنة، دلوقتي وصلنا لمعدل 1,300,000. استهلاك الغاز برضك هيقلل في البيوت، هيقلل استخدام البوتاجاز. والبوتاجاز احنا وصلنا في فترة ان احنا كنا بنستورد 50% من استخدامنا للبوتاجاز. والبوتاجاز تكلفة أنبوبة البوتاجاز كانت بتوصل زمان 7 جنيه، وأحيانا الناس مش بتلاقيها ويعني ليها ده أكيد عشان التخزين الضغط. لا وعشان التخزين البوتاجاز حضرتك مش بيخزن في مستودعات، المستودعات دي ممكن تكفينا لفترة بسيطة. فعشان كده بيجي فترة معينة الطقس يتغير، فالمراكب اللي تكون جاية من بره تقف كويس، فيضطروا ياخدوا من من التخزين. التخزين لو ما كفاش لفترة طويلة بتحصل الأزمات اللي حضرتك كنت تشوفيها دي.